بصراحة عجبني فيديو بمناسبة الأولمبيات والروح الرياضية. نشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع تاني. تفضل. قام هذا المتسابق بشيء صدم الجميع، إلا أنه فاز بقلوب الجميع. يعني هي الموقف مش محتاج تفسير. الروح الرياضية ومراعاة الإنسانية والتربية بتاعتك، وإن أنت فعلا واخد الرياضة دي بالروح الرياضية اللي المفروض بتكون موجودة في أي لاعب. شفنا قبل كده فيديو عن واحدة تانية متسابقة قومت اللي مسابقاها عشان اتكعبلت وخلتها هي تكمل وتكسب وهي بقت بعديها. ده نجاح في حد ذاته، ده انتصار للإنسانية في حد ذاته، ده مثل أعلى للرياضي الصحيح الأمين في تصرفاته وفي حبه للرياضة. عندنا الأمريكية سيدني ماكلافين بتحتفظ بذهبية 400 متر حواجز في منافسات ألعاب القوى مع رقم قياسي عالمي جديد، قدرة 50.37 ثانية. كان يوم الخميس في أولمبياد باريس 2024، ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية تفوقت سيدني عندها 25 سنة على كوكريال التي نالت الفضية، فيما اكتفت الهولندية فيمكي بول بالبرونزية بعد حلولها ثالثة. رصيد سيدني في الأولمبياد 5 ذهبيات وإضافة إلى ألقابها العالمية الثلاثة. نشوف الفيديو بتاعها ونرجع تاني لأن في كلام حلو قوي كان مكتوب عنها. تفضل. ألف ألف مبروك سيدني. في صورة ليها لقيناها على الإنترنت بتقول What I have in Christ is far greater than what I have or I don't have in life. He has prepared me for a moment such as this, that I may use the gift he has given me to point all the attention back to him. كلام قوي جدا جميل. حبك لربنا هو اللي دفعك، وبالإيمان وبالمجهود طبعا بتقدري توصلي لأحلامك. ألف ألف مبروك سيدني.